مشكلتنا تعبتنا زايد، احنا مواطنين ناس ضعاف، ولو مو ضعاف حال ما جينا سجلنا الرعايه، وهم اللي استدعونا وهم اللي طلعوا علينا كشف باول مره من 2016. زين من 2016 لليوم بربك هو هاي مال الرعايه، ناس تقبض رواتب واحنا ما نقبض الرواتب. زين طلعوا علي اعتراض، رحت سجلت اعتراض من الشهر الثاني، انا معترض بتكريت يوم 27/2، وقالوا 20 يوم يطلع اسمك، وانت هاي تدري بيا شهر هسه احنا شهر 12. زين راح يجي راس السنه هم يقولون السنه الاخرى، ونظل سنه على سنه. زين احنا لو ما عندنا ما الله جابنا على هذا المكان، وهي دوله غير مسؤوله عن رعيتها، وين نروح؟ ما تقول لنا من نطوج هنا. مشكلتي انا صار لي 20 يوم من مسلم المعامله ورايح جاي، وهسه لو ما خشت عليهم يقولوا لي مرات بعد ما جن بعد اسبوع اسبوعين الله يجن. عرب مو؟ اي لا مو مستهد مزاد عرب الموظفين. اي هسه ما ادري انا يعني اكو ناس جابوا تقرير يوم يومين استلموا تعهد وراحوا، وهسه ما جاي يقولون الى اشعار اخر جانا امر من الوزاره انه هسه توقفت مالت معوقه الطرف الشلل السفلي وكذا. شو اي بس انا بس يعطيني مال تعهد على التعهد يجي من يوم تكريت ونجي. ثلاث سنين مسجلين. اي قالوا مرفوض روح يسوي اعتراض، رحنا سوينا اعتراض وجينا كل ما نجي نلقاهم معزلين. طلعوا عليك كشف مره ثانيه؟ اي قالوا ال 20 يوم صار ثلاث شهور.